يسأل ويقول: بينوا لنا حكم تارك الصلاة الذي هو مقر بوجوبها ولكن لا يصلي، هل يطلق عليه الكفر ويقال له كافر؟ لأني سمعت من بعض طلبة العلم يقول إذا كان مقرا بوجوبها لا يكفر، هل هذا صحيح أم أنه يكفر؟ نأمل توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان يقر بوجوب الصلاة ولكنه يتركها تكاسلا قد اختلف العلماء فيه، هل يكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة أو الكفر الأصغر الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب ولا يخرج من الملة؟ على قوله الصحيح أنه يكفر الكفر المخرج من الملة، قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والكفر إذا عرف بالألف واللام مراد به الكفر الأكبر، ولأنه ترك الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة التي هي عمود الإسلام. وقد جاءت الأحاديث والآيات والآثار عن السلف في كفر تارك الصلاة وخروجه من الملة إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن الذي لا يقيم الصلاة ليس من إخواننا في الدين فيكون كافرا. قال تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فقرن ترك الصلاة بالتكذيب والتولي عن الدين والعياذ بالله. قال تعالى عن أهل النار: ما سلككم في سقر، يعني ما هو السبب الذي أدخلكم النار؟ فكان أول ما أجابوا: لم نكن من المصلين. قال تعالى في الكفار: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، إلى غير ذلك من الأدلة، مع ما جاء في السنة مثل الحديث الذي ذكرنا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذا هو الصحيح، ولأنه لا يمكن أن الإنسان يعترف بوجوب الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام وأنها عمود الإسلام ثم يتركها، وهو يعترف أنها عمود الإسلام وأنها الركن الثاني من أركان الإسلام. فمن كان يؤمن بهذا فإنه لا يترك الصلاة، فتركه لها دليل على أنه لا يؤمن لأنها بهذه المثابة من الدين. نعم.